اهلا بكم احبائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج رأي. مع خوف العالم اجمع من انتشار وباء كورونا، هناك العديد من الاجراءات الاحترازيه والتي دعت لها منظمه الصحه العالميه، الا ان هناك امر مختلف بشكل كبير عن المنهج العلمي يسير في الاراضي الهنديه. جماعه هندوسيه، ومع وجود العديد من الإصابات بفيروس كورونا داخل الأراضي الهندية، أرادت أن تتخذ حذرها من هذا الفيروس، فدعت لمائدة لشرب بول البقر، وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا. دعونا نشاهد الكاب التالي الذي لدينا، والذي بالفعل نرصد فيه صورة لهذا الاجتماع والذي تم فيه شرب بول البقر أعزكم الله. في الصورة التي لدينا يظهر هؤلاء الهندوس، والذين كانوا على مدار الأيام الماضية يقومون باعتداءات عنصرية وممنهجة تجاه المسلمين، يشربون بول البقر من أجل الوقاية من فيروس كورونا. بلا شك نعتقد بأنه هذا الأمر الحمد لله قطعا على نعمة الإسلام، يعني بلا شك أن هذا الأمر يأتي مصداقا لقول الله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا هو سبب انتشار الانتهاكات بشكل كبير جدا بحق أمة الإسلام في الأراضي الهندية. ومع الأسف الشديد دعونا أيضا نشاهد كل هذا الجهل في مقطع الفيديو التالي لمتطرفين هندوس بالفعل يحاولون الوقاية من فيروس كورونا عن طريق شرب بول البقر. دعونا نشاهد. لهذا الكليب، ولكن اسمحوا لنا بالفعل بعرض بعض من المقاطع الأخرى التي لدينا والتي نتابع من خلالها كيفية الوقاية من هذا الفيروس. نعم، هذا هو الكاب الذي لدينا. لو الكليب التالي لو تسمحوا لنا بعرضه. نعم، يبدو أنه حتى الآن غير جاهز لدينا. طيب أحبائي المشاهدين، ونحن نتحدث عن هذا الأمر وكيفية مواجهة أخطار فيروس كورونا، دعونا أيضا رحب بضيفنا في حلقة الليلة فضيلة الشيخ إبراهيم الفرجاني، أحد الدعاة الإسلاميين في الأراضي الإيطالية. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك، كيف الحال يا فضيلة الشيخ إبراهيم؟ الحمد لله رحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك شيخ إبراهيم. ونحن نتابع ما يفعله الهندوس من أجل الوقاية من فيروس كورونا، كيف ترى هذا الأمر خاصة بأنه يأتي بعد عمليات اعتداء كبيرة بحق المسلمين المتواجدون هناك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولاي وحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا كل واحد حر فيما يعتقد، والمعتقدات هذه يعني نحن لا نهاجمها، لأن الله عز وجل قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن على الجانب الآخر هذا الأمر يعني يطلعنا على جانب من النعمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا، أن جعلنا مسلمين دين العقل، ووهبنا دين العقل ودين العلم ودين اليقين. وطبعا نحن ضد الظلم وضد الاستبداد في أي صورة جاء وفي أي عقيدة جاء، وضد الإرهاب في أي ثوب جاء وفي أي دين تلبس، ضد الإرهاب الهندوس، ضد إرهاب يعني الإرهاب الممارس على الإيغور، أو ضد الإرهاب حتى الذي يمارس باسم الإسلام، ضد الإرهاب في أي عقيدة أو أي دين جاء. شاهد مقطع الفيديو التالي، والذي بالفعل انتشر بقوة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإمام أحد المساجد وهو يروي واقعة مؤثرة لأحد المصلين حينما أتى للمسجد وعلم بقرار منع صلاة الجماعة. دعنا نشاهد ثم نأخذ تعليق منك على هذا الفيديو.
السلام عليكم يا اخوان. يا اخوان جيت على صلاة المغرب الآن، طبعا أول صلاة بعد توقيف الصلاة في المساجد. دخلت المسجد، اللهم صل على سيدنا رسول الله، سكرت الأبواب. طبعا كنت أنا فقط وأخونا الحارس في المسجد. جاء شاب طرق على باب المسجد، يعني باب المسجد سكريت، فجيت اشوفه مين الاخ. قال لي لا اسمه انسى تفتح له. قلت له اكيد يعني تفتح له بس اريد اشوفه. قلت له تفضل اخوي. قال لي افتح لي شيخ المسجد. قلت له ممنوع، اجى منع خلص. قال لي بالله عليك، امي قالت لي روح بلكي الشيخ فتح لك. اقسم بالله العظيم لما قال لي بلكي، امي قالت لي روح بلكي الشيخ فتح لك، انه كسر قلبي. خلص فتحت له، دخل يصلي معنا. طبعا سيت باب فاتح، دخلت كأنه الناس جاءوا زيادة، يعني عدد المصلين إذا كان يصلي صف ونص صفين زادوا، بحكم أنه يعني ما بدري، كأنه الناس ربنا بده يربينا، ربنا اللي قلنا ارجعوا للدين للمساجد. والله أماننا وكل طمأنينتنا واستراحتنا وسكينتنا ما بنلاقيها إلا في المساجد، فكأنها تربية من الله عز وجل. اللي زاد الطين بلي بكاء اخونا الحارس، بكى بكاء مش طبيعي شديد لدرجه انه السلام عليكم يا اخوان. هاي واقعه محزنه للغايه، ولكن بالفعل الحكومه ليس امامها الا اتخاذ تلك الاجراءات الوقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا. كيف تابعت هذا المقطع المؤثر لهذا الامام فضيله الشيخ ابراهيم؟ الحقيقه هو يبين ما قاله لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ملايين المسلمين على مستوى العالم الإسلامي معلقة قلوبهم بالمساجد. وأنا الحقيقة كان لي رأي ربما يخالف رأي الكثيرين في مسألة غلق المساجد هذه ومنع المصلين من صلاة الجمعة أو الجماعة. نعم. طبعا احنا هنا في الغرب، في أوروبا، في إيطاليا تحديدا، صدر قرار بمنع أي تجمعات، ليس المساجد فقط إنما بمنع التجمعات في الأماكن التي يرتادها الناس بكثرة، منها المساجد. نعم. ولكن من ضمن شروط هذا القانون أن يكون بين كل واحد وواحد متر. أنا أصدرت فتوى في هذا الأمر وقلت بأنه لا مانع من أن يصلي المصلون وبين الواحد والآخر متر، ومع ملء هذا الفراغ بشيء مثل الكراسي أو أي شيء لنسد الفرجة قدر الإمكان، ودللت على ذلك بأدلة شرعية كثيرة لو في مجال ممكن أن نتحدث فيها يعني. نعم. طيب أنا كنت أريد الحقيقة وأنا أوجه من خلال قناتكم المباركة نداء لجميع العلماء في العالم الإسلامي أن يتحسسوا الطريقة لفتح المساجد لا لغلقها. صحيح. يعني لو قالت أي شروط نستطيع أن نأخذها لفتح المساجد، أي شروط صحية، أي شروط دينية، أي شروط، ولكن تظل المساجد مفتوحة أمام الناس، خاصة في هذه الأيام شهر رجب وشعبان ورمضان. نعم. هذه الأيام المباركات نفتحها أمام الناس ولا نحرمهم التوبة والإنابة إلى الله عز وجل والتضرر في هذا الوقت الصعب. طيب فضيلة الشيخ إبراهيم، كنا نتحدث قبل أن تنضم إلينا عن ما يفعله الهندوس الاعتداءات المتكررة. الآن أصبح لدينا الكليب الذي نوهنا بعرضه ولكننا لم نتمكن من عرضه، اسمح لنا بأن نشاهده الآن لأحد الهندوس وهو يشرب بول البقر، اعتقادا منهم بأن هذا الأمر يقي من فيروس كورونا، خاصة وأننا نريد ربط هذه الأمور بما يفعلونه حاليا مع أمة الإسلام والمسلمين المتواجدين في الأراضي الهندية والتنكيل بهم بشكل كبير للغاية. دعنا نشاهد مقطع الفيديو التالي. يعني الحمد لله على نعمة الإسلام قطعا. بماذا تعلق على هذا المشهد فضيلة الشيخ إبراهيم؟ الحقيقة أنا لم أشاهد، ولكن أنا سمعت من حضرتك قلت أن أحد الهندوس يشرب بول البقر اعتقادا منه بأنه يشفي من فيروس كورونا. طبعا
طبعا انا قلت اننا ندع المعتقدات، ندع الناس لمعتقداتهم، لكم دينكم ولدين، فكل له ما يعتقده. واحيانا هذا الاعتقاد يعني كما قال القائل: لو اعتقدت في حجر لشفاك. فلا ندري، يعني ربما طيب يقوي نفسيته فيشفى، لكن طب يا شيخ الإرهاب إبراهيم، الذي يعتقدوا ما تفضل. يعتقدونه، هم أحرار، لكن في النهاية اتركوا المسلمين وشعائرهم. هذا ما نقوله، هذا ما نقوله، كما نترك نحن الآخرين يمارسون عقائدهم وشعائرهم. وهذا يعني أدب إسلامي وشرع، هذا دين وشرع. ما نزل المسلمون بلدا فهاجموا معتقدات أهله، المسلمون نزلوا مصر، نزلوا العراق، نزلوا في كل مكان في العالم، وما زالت هذه الأماكن، خاصة الأماكن التي يعني فتحها المسلمون، ما زالت فيها أقليات من نعم جميع الاعتقادات وجميع الأديان، لم يهاجموها. نعم فهذا ما نطلبه، كما نترك الآخرين وعقائدهم، نطلب من الآخرين أن يتركونا في سلام مع عقائدنا. نعم ونحن كما قلنا ضد الإرهاب وضد الظلم وضد الاستبداد نعم بأي ثوب جاء وفي أي عقيدة ظهر. طيب فضيلة الشيخ إبراهيم، اسمح لنا أيضا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي، والذي انتشر بقوة عبر السوشيال ميديا، والذي يأتي تزامنا مع تلك الأزمة الكبيرة المتعلقة بفيروس كورونا والتخوفات العالمية من انتشار هذا الفيروس. دعونا نشاهد. هنا لكم مجددا، شاهدنا سرب من الحمام والطيور يطوف حول الكعبة. هذا المقطع انتشر بقوة عبر السوشيال ميديا، وذلك بالتزامن مع قرار السلطات في المملكة العربية السعودية بمنع الطواف وأداء العمرة في تلك اللحظات الصعبة التي تمر بها الأمة البشرية، جمع خاصة مع التعليمات الصادرة من جانب منظمة الصحة العالمية. دعوني أخذ رأي الدكتور إبراهيم في هذا الفيديو، كيف تابعت هذا المقطع فضيلة الشيخ إبراهيم؟ ولا شك أن الأفئدة كلها تهوي إلى بيت الله الحرام، أفئدة المسلمين وأفئدة من هداهم الله عز وجل للإيمان منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وحرام الحرم له خصائص خاصة، فحرام الحمام، أقصد حمام الحرم، هو من الحيوانات التي لا يجوز قتلها ولا يجوز اصطيادها، كما لا يجوز قطع الشجر، كما لا يجوز الصيد، كما لا يجوز الصيد في هذا المكان. نعم. فمن الأمان الذي تجده هذه الحيوانات في هذا المكان تتواجد بكثرة وتطوف وتطير وتفعل ما تشاء، لأنها تعلم أن هذا هو أكثر الأماكن أماناً على وجه الأرض. وصدق الله العظيم إذ نعم. يقول: ومن دخله كان آمناً. نعم. طيب فضيلة الشيخ إبراهيم، على ذكر هذا الأمر والتخوفات الكبيرة، إلا أننا نلاحظ وجود حالة يعني من الاستخفاف بعض الشيء بهذا الفيروس وعدم أخذ الاحتياطات بشكل كبير. الفيديو الذي لدينا اللي سنقوم بعرضه قادم لنا من جمهورية مصر العربية لأحد المواطنين، يعني يتحدث عن وجود اشتباه في إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا. البعض علق على هذا الفيديو وذكر بأنه هناك حالة من الفرحة يبدو لدى هذا المواطن جراء وجود تلك الحالة داخل المنطقة التي يتواجد فيها. عموما دعنا نشاهد هذا المقطع ثم نأخذ منك تعليق عليه. أول حالة كورونا يا جدعان في الكيلو 4.5 عزبة الهجان. بسأل
عدنا لكم مجددا. وعلى ذكر هذا الأمر، وبما أن فضيلة الشيخ إبراهيم هو إمام المركز الثقافي الإسلامي داخل الدولة الإيطالية، وقبل أن نأخذ منه تعليق على مقطع الفيديو الذي شاهدناه في القاهرة، اسمحوا لنا بأن ننتقل على الفور للأراضي الإيطالية ونشاهد مقطع الفيديو هذا الذي انتشر بقوة عبر السوشيال ميديا في جميع أنحاء العالم لمواطن إيطالي يبكي على شقيقته بسبب وفاتها بفيروس كورونا. دعونا نشاهد. احتمال كبير أن يكون سبب الوفاة هو فيروس كورونا. منذ البارحة مساء وأنا أنتظر نتائج تحليلات أختي لفيروس كورونا، لكن أحدا لم يفعل أي شيء. هذا الفيديو قاسٍ، من فضلكم امنعوا الأطفال وكبار السن من مشاهدته، وعلى الرغم من كل الوجع أنا مجبر على محاربة هذا الوضع. أختي معي هنا ميتة في هذا السرير، لا أعلم ماذا علي القيام به، لا أستطيع إكرامها والقيام بدفنها لأن الجهات المعنية أهملتني. كان لدى أختي نوع من الصرع وكانت في فئة الأكثر عرضة للخطر، لكن مع ذلك لم يهتم أحد لحالتها. لقد انتهينا، إيطاليا تخلت عنا. من فضلكم شاركوا هذا الفيديو لينتشر بكثرة لأنني أريد استجابة. عدنا لكم مجددا. ويبدو أن الطليان لديهم أزمة كبيرة تتمثل في فيروس كورونا، وهناك تخوفات كبيرة. وشاهدنا هذا الفيديو المفزع لهذا الشخص الذي يصور هذا الفيديو بجوار جثة شقيقته. كيف تابعت هذا الأمر فضيلة الشيخ إبراهيم؟ نعم، نحن شاهدنا هذا الفيديو هنا بمجرد نشره على صفحات الفيسبوك الإيطالية، فشاهدنا واستمعنا وعرفنا الحكاية. هو هذا المواطن، هو مواطن من جنوب إيطاليا، من تحديدا من مدينة نابولي، ويعني حدث معه هذا بسبب كثرة من هم في المستشفيات الآن. يعني الحكومة اتخذت قرارا بألا يخرج أحد من منزله فقط لأن المستشفيات ليس فيها أماكن، يعني أي واحد حتى سيصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا ربما لا يجد مكانا في المستشفى يعالج فيه. فهذا المواطن حدث معه هكذا، وبسبب تكدس المستشفيات لم يستطع أحد إجابته. في اليوم التالي مباشرة ذهبت له بعض الشركات، أو مثلنا هنا الأجنسيات، الوكالات، يعني الوكالات المعدة لهذا الأمر والتي هي مهتمة ب يعني دفن الموتى وغير ذلك. جيد. وذهبت له وتواصلت معه وحلت المشكلة. نعم. طيب، فيما يتعلق بتعامل الشعب المصري مع تلك الأزمة، خاصة وأنك مواطن مصري مقيم في الأراضي الإيطالية، كيف ترى هذا الأمر فضيلة الشيخ إبراهيم؟ انت عارف احنا كمصريين نحب النكته يا استاذ علاء. نعم. يعني احنا كمصريين نحب حتى في وقت الازمات نحب نضحك وكده، يعني فهذا ما حدث في مصر. حتى مع ازمه كورونا وجدنا في بدايه الازمه من يخرج بموال شعبي وكورونا جتنا منين والكلام ده، يعني نعم. فهذا ربما هو ما حدث نفسه في مع الشعب الإيطالي، لأن الشعب الإيطالي خصائصه مقاربة جدا للشعب المصري، وهذا ما أدى في إيطاليا ومن خلال قناتكم أدعو إخواني المصريين ألا أن يأخذوا الأمر على محمل الجد. هذا ما حدث في إيطاليا، استخفاف. الحكومة تطلب من الناس أن يبقوا في منازلهم، تفرض بعض التدابير الصحية الناس لا يأخذون بها، هذا ما أدى إلى انتشار المرض. فإحنا نحب نضحك ونحب ننكت وكده، لكن مع الأخذ في الاعتبار التدابير الصحية التي تفرضها الدولة والتي توصي بها المؤسسات الصحية المواطنين حتى ينجي الله عز وجل البشرية من هذا البلاء. آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. طب اسمح لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي والمؤثر بشكل كبير للغاية لإمام الحرم فضيلة الشيخ ياسر الدوسري، وهو يصلي الفجر خلف مقام إبراهيم لأول مرة ويقرأ آيات مؤثرة. دعونا نشاهد. جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عودنا لكم مجددا فضيلة الشيخ إبراهيم. يعني نتمنى بإذن الله من المولى عز وجل
أن تمر هذه الأزمة التي تواجه العالم أجمع بإذن الرحمن على خير، وألا يسقط مزيد من الضحايا. ماذا تقول عن هذا الأمر؟ أنا الحقيقة حين أستمع إلى هذه الآيات يعني القلب يكاد أن يقفز من مكانه لأجل ما يحدث في الحرم وما حول الحرم. بأي طريقة من الطرق وبأي وسيلة من الوسائل، هنا يؤمنون المصانع، يؤمنون الشركات، يؤمنون الأماكن الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها. ربما مصنع في 1000 عامل يتخذون الإجراءات الصحية الواقية التي تقي العمال من خطر الفيروس وخطر العدوى، ولا يغلقون المصنع لأنه مصلحة استراتيجية بالنسبة لهم. فما بالك بمصلحة استراتيجية دنيوية وأخروية للأمة كلها، يعني نقول مصلحة بالمعنى الشرعي وهو بيت الله عز وجل. الله عز وجل جعله مثابة للناس وأمنا. يعني نسأل الله عز وجل إن هو يعود للكعبة بهاؤها ويعود المسجد الحرام ويطوف الناس حول بيت الله الحرام مع أخذ الإجراءات الصحية. المسلمون في كل مكان مستعدون أن يدفعوا الملايين لوقاية الحرم، ويظل الناس يطوفون بالحرم ولا ينقطع الطواف حول الكعبة ثانية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: لا تمنعوا أحدا يصلي في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار. يعني يا أستاذ علاء، نحن نعرف أن في المساجد العادية هناك 5 أوقات تكره فيها الصلاة، مثلا بعد الفجر وبعد العصر ومنتصف النهار غير ذلك. في المسجد الحرام له خصيصة لا يمنع أحد يصلي فيه، ليس فيه وقت تكره فيه الصلاة. يجوز أن تصلي الفجر ثم تصلي بعد الفجر ما شئت، تصلي بعد العصر ما شئت، وهكذا. احنا يجب ان ناخذ جميع هذه الامور في الحسبان. واحنا الاسلام كما تعلمناه وكما فضيله الشيخ سنه رسوله هو يعني جسد وروح. صحيح. نعم، عليه الصلاة والسلام. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ إبراهيم على كل تلك الإيضاحات التي أوضحتها لنا في حلقة الليلة من برنامج رأيي. شكرا لحضرتك. كما أشكركم أيضا أحبائي المشاهدين على حسن متابعتكم لنا، ونراكم بإذن الرحمن غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء.